سمسومي سمسم حبيبي سمسم نهمت حبيبي سمسومي ما عندك شقلت المطور ابويا دقيقة بس بعطيك معلومة اخوي سمسم مرتاح على المفرش حيل 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 والله حيل ولا بيقوم تكفم رياضي خلاني روق بخليك تنام بس بقول لك شغله ايش رايك في نومتك على المفرش والله ما بعدها روحها قسم بالله تدري بقول لك شيء وراهن عليه اخوي سمسم شنو المفرش اللي انت نايم عليه من اجود المفارش على مستوى المملكه كامله والله باين والله صراحه المفاجاه مو بهنا شنو ان مع الجوده الافضل سعر على مستوى المملكه على الجوده بعد على الجوده أيوة. يعني كيف اذا تقارن الجوده بس ممكن تحصل ارخص من بس جوده ما مش اي ما في فايده ذا يجمع الجوده مع السعر افضل سعر بافضل جوده يا هوبك سعر بيت هم جايبه انا بخصومات تصل الى 50% والله نعم واذا ما يطلع يا اخوي سمسم السعر مقارنه بالجوده الافضل على مستوى السوق كامل لا حد يشتري من اعلاناتي نهائيا وسموني الكذاب بعد شتابي لا والله حشاك والله انك صادق انا مرتاح ايه بسم الله مرتاح بسم الله عليك ولا بيقوم ريح ريح لا تقول لي قام نام نام لا 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 نام 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 واضح عليك انك تعبان نام 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 بسم الله عليك نام نام كل شيء عندي ولا اخوي سمسم لا ارتحت انا كنا انا مرتاح حبيبي 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 خلوا اخوي سامي يرتاح ها شباب خلوا اخوي سامي يرتاح ترى اخوك تعبان اخوك تعبان واضح علينا مجهد محتاج للراحه فاليوم اعلان اليوم ما نبي اخوي سمسم ويانا اخوي سمسم خلونا مرتاح خلنا بس اتاكد مو بناقصه شيء حبيبي سمسومي مرتاح بس دم شق المطور مرتاح خلو يرتاح خلت ريح اخوك خلو يرتاح خليه يرتاح خلي اخوك يرتاح خلو اخوك يرتاح وصل بيتنا بعد بعد هالراحة ما في اخوي سمسم شنو طايح السقف علينا ولا شنو؟ اي امه اي ازمه تعورت حبيبي اي ضلعات ازمه تعورت يا بعد روحي اي ازمه تعورت بسم الله عليك بسم الله عليك ريح الدور طايح علي تقلي بسم الله بسم الله عليك عندك 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 يا عظيمات يا ما بقى فيني الله عليك يا اخوي بسم الله عليك بسم الله عليك ازمه كسر عظيمات يا بسم الله عليك يا حبيبي بسم الله لو اقدر الحين مسكتك لا 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 بس ما اقدر كسرتي حسبي الله عليك بسم الله عليك تقدر تمشي عندك قام يا قام عارف عندك عدمته انطعج انطعج اخوك انطعج اخوك انطعج تعال وين بتروح ريح من بسم الله عليك ريح انت متعور بسم الله عليك بسم الله ايش سويت فيه قام يمشي عوج قام طعج الشاصي حق خير اللي ما يعرف بو 50 للمفارش معروف عندنا بالحسا اسمهم نار على علم وراح تعرفونهم خارج الاحساء حتى في دول الخليج عن طريق المتجر الالكتروني اللي راح احطه لكم اليوم ما اخترت اني اعلن لهم في المفارش الا لسمعتهم العاليه جدا في صيني في امريكي في اللي تبي ولكن الكواليتي والجوده عاليه جدا اضافه الى خصومات قويه وبالمصادفه لما دخلنا قال الاخ والاستاذ فوزي ان شاري من عندهم مفرش الزواج قبل 11 سنه ولحد الان استخدمه والله العظيم والله 11 سنه كم خدته تذكر ما ادري نسيت كم سعره من زمان زين غسلته كذا مره اكيد ابنك 11 سنه لا ما غسلته كيف جودته اخوي لا لحد الان امانه يا فوزي والله امانه لحد الان موجود لا بس لونه استخد ولا تغير شيء والله لا لونه تغير زين
والله العظيم يا جماعة الخير وانها صدفة. اي والله عشان بس اعلمكم انه فعلا جايبكم البراند كويس. قاعد اسولف معاهم اقول بو 50 اللي عند فندق الانتر بالحاسة تبعكم قال لي، قلت له اجل حتى انا بطانيتي قبل 11 او 12 سنة من عندكم قسم بالله يا جماعة. اي والله انا افكر ذاك اسم يلعمهم وكذا، لا طلع نفسه الفرع الثاني. انا نفس الشيء قبل 11 و 12 سنة، بس اخوي زجران قبل ذو شهرين من سوق الحراج. اي نعم استخدم عبال. اي والله يا جماعة الخير الحين ذكرت اني عميل معاهم بعد، هذا شيء يقوي الاعلان ويعطي اكثر مصداقية، وانتم تستاهلون كل خير والله. الله على اللون الزاهي، التصوير ظالم يا جماعة، جدا جميل اللون والتنسيق رائع، إضافة إلى ذلك أنه قطن 100%، يعني راح تأخذ مفرش جودة. قبل لا أقول لكم سعره، ترى هذا ما خلوني أصوره، ليش؟ لأنه الكمية محدودة والله، ترى على نهايته، بس أنا عجبني وقلت بصوره، قلت لهم فرشوا سعره سابقا يا اخوي فوزي ب 530. الان فقط ب 265 ريال. 65 نص السعر. نص السعر والتوصيل في الاحساء مجانا. ايش رايك في شوف الالوان، شوف التنسيق، شوف التجيرات بعد حلوه، وعلى ريح على هالروحه وعلى هاللون. والله تذكرني كنا داخل يد كوبرس. شلون؟ كنا داخل يد كوبرس. يقول لك مريح لانه ولونه كان دخلت الكوبرس. الحين ما لقيت شيء توصف فيه المفرش الطيب الا دخليه الكوبرس. والكوبرس ايش فيه؟ مريح. وانا قصدي اني قارنت ان ذاك مريح وذا مريح. دخليه كوبرس. ابوك جايبينك ويانا في الاعلان عشان تصير واجهه وتعرف شلون تتحكي وتقول لي دخليه كابر. بعد طلبت رايه، اعطيتك رايه بعد. تبي الجد؟ اذا ما يستاهل اخبر. اعطيك رايه بعد تسال، ايش حق تسالني يا جد؟ ايش حق تسالني يا جد؟ هذا رايه دخليه كابر. دخليه كابر. تعال راجبه راجبه. راح لا يزال، راح لا يزال علينا. راح هذا قطن طبيعي 100% يا اخوي فوزي. طبعا في عدة اشكال، عارفين ان الناس اذواق، بس انا بوريكم الجودة قبل الشكل. هذا قطن 100% ب 310 يا اخوي فوزي، والتوصيل للاحساء مجانا. خارج الاحساء لازم تشتري، لا حتى دا خارج الحاسة دا توصيله مجانا، لانه اذا شريت من عندهم ب 299 وفوق توصيل مجانا. كم قطعة ذا؟ يجي 6 قطعة. الأربع تلبيسات مخدة والشرشف بطاط واللحاف. حلو، ست قطع بميتين 310. شوفوا يا جماعة الخير قطن 100% يعني جو. كد ومد، كد ومد. أنا أقول لك اللي عندي اللي شريته حق الزواج، حتى السحابات ذلك حق النصار مختار. أبو السحاب مختار. والله زعلتني، ما فيها حد تزوج قبلك. لا بقصد انه ما ادري، ما ان الا انت تزوجت. اقول لك بس انه شريته انا زين، شري بس زين. وانا اقول لك عنه، ما بقى على اقول لك على اني ذا زواج زواج، ما انا حد تزوج غيرك. اقول لك بس، ما اقول لك ما ذا جزء صج عاد، ما تنجاب ويانا صج عاد. بس انا اقول لك راح بس شنو علي اللي قاعد اقول لك. ما تزوج لا عندك لا الحين. بسم الله عليك اخوي سمسم، للحين متعور. بسم الله عليك. 150 كيلو على كتلة 60، ايش تبي صغير؟ اي والله على كتلة 60. زين مو الحاكي مو كذا، خلاص دام انك تعبان بعد خلاص. والله انا في مفرش داخل عجبني، قلت بشتري لك، بس دام تعبان داخل اخر واحد. لا اقول ما في شيء ان شاء الله، رجل بسيط ما عليه. ايه ما تسوي شيء ذي، والتعب اول شيء بلاش يستانس. اخر واحد، اخر واحد افتر عدله. راح شفناه ليش افتر؟ ترى عارفين هالحركات. يا يبي زجراني عزم على سحور، يا يبي نعطي هديه، ترى حركات العائله كلها نعرفها. يعني لو نعطي صدق هو يسوي زي كذي، ابغى شيء ابغى. ترى العائله كلها استقلاليين، كلهم كذا، وانت زيهم، انت ولد اختك بالويش. احنا استقلاليين بعد، فكر احنا زيهم ذي. عدل مشيتك بس. ما حد ينقز هنا. اجمل عرض انا شفته عندهم،
العرض اسمه العرض الفضي، هذا مناسب للي مقبل على زواج. اثنين أرواب، واحد للرجال وواحد للنساء، في عدة ألوان يا جماعة الخير، أشكال متعددة، والمفرش 8 قطع صندوق أيضا عدة أشكال، والمرتبة فيها لباد، طبقة اللباد اللي تعطيك راحة في النوم، النوم الفندقية، مع 2 مخدات طبية، مع 2 مخدات عادية. كل هذا يا جماعة الخير ب2299 ريال شامل التوصيل والضريبة. يا قيمة مرتبة، قيمة مرتبة. اي والله والله زي ما قال اخوي فوزي، قيمة المرتبة، العرض كامل، يعني غرفة النوم كأنك أثرتها، من الأرواب حتى المفرش حتى المرتبة حتى المخدات ب2299. خير، هذا المفرش مع المرتبة، طبعا المفرش مايكروفايبر، والمرتبة موجودة بعدة مقاسات، تبي مترين في مترين، 1.80 في 2. المفرش مع المرتبة ب1209. يلا نظوي تروح وياي وانت كله تدور، بس بابا كله تدور، خلصت من ماما وتجي وياي الحين. تعال يا دكتور، تعال تعال يا دكتور. منين جاي انت؟ منين جاي؟ انزين انت منين جاي الحين؟ منين جاي؟ ماما جابتك. ايه ومنين جابتك؟ في رحت الروضة. والله انك شاطر، تعال ابوس راسك، تعال. تعلمت؟ ايه. هذا حلاتك بابا. اركب اركب. يا خالة سيسوق عم الشام عم الشعفة. خذوها بابا يبي يشيل فيها اغراض، فهمت؟ وذا دي خلاص سيارتي بابا ما تشيل أغراض، دي سيارة صغيرة، أنا سيارتي ورا يحط أغراض فيها، عرفت؟ تدري وين رحت أنا الحين؟ والله ما سألتني أنت، اسألي قل لي وين رحت؟ والله بابا رحت السوق. أبو خلاص رحت وشفت ناس واجد وشريت عطور وحركات. إيه ليا ما بابا عطور ليا، انت مالك شغل. اي مالك شغل انت، انت وديك النخل تشوف الحماره تشوف التاع. تبي تركب على الحماره؟ اي تعال. الله ميكي من ده حطها لك. ابله ابله شاطر خير. الله فيلم انت يا روي، وانت شاكو بابا ترى ترى صدق انت يا روينا صرتي ازيد من ابوي وامي يا اخي. شنو؟ انا بنتك. ها ها شنو؟ وعذاك ذاكرة صدق والله اختبارات. وين ذاكرة وانت وياك؟ حبيبتي. اوكي. انا في الشارع. وشاكر عيب 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 عيب. لا 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 هدي، قل لها عيب 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 عيب. خلاص خلاص خلاص. شوفوا 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 حبيبتي، وقت الاختبارات ما في طالعة. لا في طالعة. شلون وقتها؟ شلون شلون طالعة؟ اذاكر واخلص. لا بابا ذاكري وشربت شويها وعرفتي وخزني المعلومات، ولا جي وقت الفراغ خدتك الهدرة الزايدة ملابي. لا 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 شو مالي حق شو مالي حق انت كله بس دوار 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 بابا. ليش مخنوق؟ قوم خلينا ننزل. اي انت يا سيد انزل بسرعه. ما في ما في ذاكر حتى تعرف بيت انا انزل ذاكر. صبر ذاكر، انت ما ذاكرت في الروضه؟ اي ذاكر خلاص. انت ذاكر حتى انا لا بس انت عندك اختبارات بابا. والله اذكر بابا وقت الفراغ تدرون انا اخذكم بدون ما تقولون. خلاص اي خلاص يا بابا دخلي لك. لا تجينا بابا دخل، لا تجينا من القفة الثانية الحين ما نخلص من عندها. صح انا نادي خلاص عاد عادي عن قاعد قاعد. لا 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 نعم 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 ن
نزل بدخلها هي اللي بتدخل. افا افا بابا رجال انت افا افا شالف خلاص ادي 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 شلون تشيلك بابا افا راح دخلها دخلها دخل خلاص ادي 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 يلا يلا روح ذاك روح بابا ما الحين ما بطالعك بابا ما بطالعك خلص مذاكرة خلاص راجع مرة ثانية كلم الساعة تنتهي قاعدة تسوق روان بابا روان ما عليك من عندها يلا بابا روح ذاك يلا باي 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 نام الحلو رضويا بابا وصلنا رضوي شوف يا ابن عمي شفت فايدة الونين لا لا فايدة كذا شو رايك؟ اجل اجل عميص يا صغيرة هذا من فعلته هذا فايدته لو مشترى كله بس عشان تحمي الذكفة لا بالله ياكل والله ياكل تروح على البر بس اسادة وغير البر انا قلته رضوي قام وصلنا النخل بابا التوع مريم بابا وصلنا النخل صايم الرجال طول النهار خليه ينام تنام تكمل نام